بسم الله الرحمن الرحيم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يزكم خيرا. أنا إبراهيم حيدارة ولد محمد الحبيب ولد محمد ولد فرجي. فلتقينا اليوم في الزاوية اللي هي زاوية أسا واللي تشرف عليها جمعية زاوية أسا للتنمية والثقافة. وهذه الزاوية لها منتسبها هم كل القبائل الأيتوسة أينما تواجدوا. وطبعا هذه الزاوية على تاريخ قديم يرتبط بالمملكة العلوية الشريفة، وهذا الارتباط كان كيظهر ويظهر على الملموس فأواصر الطاعة والولاء اللي كانت تقدمها قبائل توسا العرش العلوي ودفاعها المستميت عنه فترة الاستعمار وفترة ما جاء بعد ذلك من دفاع عن حوزة الوطن. وتم انتخاب والدنا رحمه الله منذ تقريبا 15 سنة على رأس هذه الزاوية، واستطاع برفقة رجال على أنهم يعملوا على تطويرها وعلى تحويلها إلى قبلة البحث عن العلم الديني وعن العلم الشرعي، حيث أصبحت الآن زاوية تدرس فيها العلوم الشرعية وتدرس فيها القرآن الكريم. والحمد لله أصبح عندها إشاعة وطني، بل أنه أكثر من ذلك إشاعة خارجي، وأصبحت لها مجموعة من المريدين. وبإذن الله تعالى بعد وفاة والدنا القبيلة اجتمعت وانتخبت ولده اللي هو إبراهيم حيدر اللي هو أنا، من أجل على أن نواصل لك المسيرة، من أجل المسيرة اللي كان بداها الوالد. وكان أتمنى على أنه نكون عند حسن ظن أول قبيلتي وعند حسن ظن كل المسلمين وعند حسن ظن الدولة اللي كان ينتمي لها وعند حسن ملكنا حفظه الله. طبعا عندنا أهداف إن شاء الله راس منها هو على أننا سنبحث إن شاء الله عن تطوير هذه الزاوية، وعن البحث على أننا نحاول ما أمكن نجيبوا لها أكبر قدر من التلاميذ، ونجيبوا لها أكبر قدر من إن شاء الله من الوسائل باش تمنحها تكون عندها إشعاع أكثر. وهذا يتطلب مجهودات، وكنتمنى على أن الجميع يساهم معنا وعلى الجميع يساندنا، وجميع القطاع سواء القطاع الوصي والقطاعات الأخرى تساندنا، لأن هذا فيه خير كبير للحفاظ على موروثنا الثقافي، الحفاظ على ديننا، والحفاظ على تراثنا. طبعا هي الزاوية هذه كانت عندنا هي زاوية قديمة، وزمن كتكلم عن زاوية أسا كتكلم عن زاوية عندها قرون، وعندها وكانت كان كيجي واحد المجموعة كانت هناك يتخرجوا على المجموعة ديال الفقهاء. احنا دابا كنفكروا على عندنا فكرة على ان نحاولوا ما يمكن نحولوا المدرسة علمية تدرس العلوم الشرعية. وطبعا سنحاول البحث عن هذا، البحث عن شراكات، نمشي نحاول نتواصل مع جامعات القرويه مع واحد المجموعه ديال الجامعات باش نحاولوا ما يمكن نلقاو الماكسيموم ديال هذا اكبر قدر من العطاء للزاويه. الحمد لله المرحوم رحمه الله ملي مشى عن هذه الزاويه خلى لها مبالغ طائله الحمد لله، دابا اللي هي الحمد لله توفر لنا واللي يمكن تغطي لنا التكاليف ديال السنوات. الزاويه عندها ممتلكات تبارك الله، عندها العديد من العقارات الحمد لله، هي توفر العديد من العقارات اللي هي مكبره الحمد لله. ولكن شنو دابا ولكن بقات على ان لا عندنا كنبحثوا على اننا نطوروا الزاويه وردوها كيف قلت لك مدرسه العلوم الشرعيه، هذا طبعا امكان. وطبعا راه الباب كان مفتوح، جميع القطاعات وجميع المؤسسات المانحه اكيد عندنا غادي نلقاو الدعم، لان ايماننا في الله قوي وايماننا في المسؤولين ديالنا قوي ان شاء الله، وغادي نلقاو الدعم ان شاء الله وقطعا باذن الله تعالى، لانه ما كاينش مغربي غادي يجي على ما يهم الدين الاسلامي وما يهم شان الدين الا وغادي يتفاعل معك، لان المغرب عرف منذ قرون بانه واحد من القلاع الحصيله للدفاع عن الدين الاسلامي.